محمد الانسان من زمان بدا مع الحكايه ليخلق حوار يروي قصص احيانا يخلق اشياء مو موجوده في الواقع اساطير لكن ارتباطها بالحكايه قديم انت تؤمن بالحكايه وتؤمن باهميه الحكايه وتؤمن على اختلافها ان الحكايه موجوده ما سر ايمانك بالحكايه يعني لو نرجع لاصل الفكره انا اعتقد انه لا يمكن يتطور تتطور البشريه او يتطور الانسان من دون حكايه. يعني يعني كل هذه الحضارات، كل البشر، الحقب تطورت وتشكلت من خلال الحكايه، يعني اليوم حتى ال يعني ناخذ المريض لا يجب ان يقول الحكايه للطبيب عشان يفهم الطبيب، شخص يبغى يبني بيته لازم يقول حكايه البيت، مشاعره تجاه هذا البيت، مساحته، يعني كلنا يوميا نروي هذه الحكايه عشان نوصلها، عشان نتطور. فكيف تتخذها انت في منطقه فنيه هي تتسع للترفيه للجذب والتاثير ومشاعر وتاخذ كل هاي الشخصيات وتكونها من خلال حقبه من خلال مكان فانا اعتقد ان الحكايه في تكويننا البشري منطقه انا اعتبرها بطل وراح تظل يعني والانسان مستحيل يتوقف يعني يمكن يموت لكن الحكايه لا يمكن ان تموت. الكتابة الإبداعية مختلفة لو تكلمنا عن رواية القصة في نظرك ومن أكثر من عشرين سنة في مجال كتابة السيناريو هل ترى كتابة السيناريو جزء من الكتابة الإبداعية كرواية والقصة وغيرها؟ يعني احنا ناخذها من مفهوم وايد ابسط يعني انا ظليت طول حياتي هذا الشخص اللي بدا علاقته مع الاله الكاتبه بعدين تطور وبحث عن كنت دائما ابحث عن القارئ يعني كان همي الوحيد اني انا اكتب شيء ما وفي شخص اخر يقرا هذا الموضوع لكن يوم وصلت الى السيناريو وجدت سحر اخر تماما <applause> وغريب لان انت في سيناريو وحيد ما عندك قارئ انت ما قاعد تكتب للقراء انت ما قاعد تكتب نص ادبي عشان بعد شوي تطبعه وفي شخص راح انت قاعد تكتب نص راح يروح الى المخرج والممثلين وفريق العمل لكن هذا النص مستمد تماما من كل لحظاتك اللي قضيتها في قراءة الرواية والقصة والشعر وكتبت فيه المقالة و... وانا كتبت الشعر كتبت كل هذا يعني التعبير اللي كان موجود هناك هو تعبير خالص لمنطقة ادبية، التعبير اللي رحت له هو تعبير ياخذني الى المنطقة وحيدا مجموعة اصدقاء او مجموعة مخرجين او مخرج معين فريق عمل فنبدا نشتغل هذا الموضوع، سحرني اكثر هذا البعد آه, اني انا اتعاطى معه وبعدين دخلني الى منطقتين صراحه بالنسبه لي كانوا آه, الاهم. ومنطقتين فيهم شغف، ان قاعد اكتشف منطقه ابداعيه ومنطقه مهنيه متساويين مع بعض، بمعنى ان انت قاعد تبدا على الورق، ونفس الوقت عندك ديدلاين، نفس الوقت عندك آه, تصوير، عندك بعض الاشياء المهنيه لازم تحافظ عليها في كتابه السيناريو، عكس كتابه الروايه، انت في الروايه في الاخير في منطقه ابداعيه خالصه، تروح الى المطبعه وتروح للقراء، القراء هم الان يفتحون مخيلتهم معك، لكن في السيناريو او في الصناعه هذه انت راح تجيب كل شيء راح تحطيه في اطار واحد. فانا اعتقد ان هذا السحر اللي تجمعه من كل ما هو موجود في الحياه، من الشعر، من الروايه، من قراءاتك، من خيالك، تيبه وتحطيه في هذا السيناريو في هذا الاطار مع مجموعه من الاشخاص تصنعون هذا العمل في اطار ثابت معين وتنطلق بهذا السحر من خلال الصوره وانا اعتقد ان هي المنطقه اللي انا لقيت نفسي او او اعتقد اعتقد اني دائما اكتشف نفسي فيها في نظرك ما هي ادوات السيناريست يعني واحدة من أهم الأشياء بالنسبة لي أنا أعتقد أن هي صفات راح تشكلك مع الوقت، واحدة من الأشياء اللي أمارسها ومستمتع فيها هو فن التخلي، لأن كاتب السيناريو دائما يستخدم خياله، وخيال الكاتب دائما يعني يمكن يكون خيال كاذب أو خيال ضعيف في مكان ما، أو خيال مكرر طبيعة وجوده في الحياة، مشاهداته، قراءاته، فهو يستخدم هذا الخيال الاولي، فانا دائما عندي نظريه التخلي اتجاه المشهد المكتوب، لان في الاخير مثل ما قلت انت تبغي تقول القصه بطريقه بصريه جيده، اذا قاعد اكتب سينما فانا امام صوره، اذا قاعد اكتب دراما تلفزيونيه فانا امام قصص وشخصيات بشكل وابعاد اكثر، يعني مرات اوصل لمرحله انا فاهم في قراره نفسي ان انا قاعد اكتب سيناريو مثلا فيلم سينمائي فاللغه البصريه تخليني دائما اشعر بالتخلي يعني اكتب المشهد وتخلى عنه بعد ذلك لاني ربما ما لقيت المشهد البصري السينمائي اللي انا ابغي اقوله في داخل العمل السينمائي بشكل واضح في الدراما التلفزيونيه ايضا امارس فن التخلي لكن هناك ايضا امارس عمليه اخرى، عمليه ابداعيه ومهنيه، ابداعيه مهنيه بمعنى ان ابداعيا اني انا استخدم هذا الخيال، استخدم السيناريو، الابداع، مهنيا انا قاعد استخدم فنان انا اعرف انه راح يكون راح ياخذ الشخصيه، اعرف توقيت العمل، اعرف المواقع التصوير وين راح تكون بالضبط، فادوات كاتب السيناريو بالتاكيد بالتاكيد اولا واخيرا وقبل فن التخلي هو ان يشعر ويكتب فيلم حقيقي المشاهد يشعر بالصدق تجاه هذا الفيلم مهما كان هذا الفيلم ووجوده داخل هذا الفيلم وبيئه هذا الفيلم انا عندي التساؤل او في لحظه دائما في بالي المشاهد او المتلقي داخل قاعه السينما وهو يطالع الفيلم متى يشعر او او يسال نفسه عن السيناريو انا في نظري اذا الفيلم او المسلسل اللي اتابعه ما في حوارات وما في نص غني ما اقدر اشوفه يعني البصريات مهمه لكن في نظري الحوار الكلمات الفكره من خلال الكلمات مو من خلال الصوره هني انا اقدر اتابع الفيلم او المسلسل وأعتقد المنصات الجديدة ساعدتني في هذه الفكرة أحب السينما جدا لكن المنصات الجديدة ساعدتني إني أنا أضغط على أمرر 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 لين ما ألقى الحوار اللي أبغيه أكثر من الصورة أنا من جيل من بداية التسعينات وأتذكر دائما أن كنا ننتظر ليلة الخميس عشان نتابع مسلسل جديد أو فيلم جديد ينزل على القناة أو ننتظر موسم معين عشان نقدر نروح نتابع فيلم اليوم كل شيء صار متاح بطريقة يمكن كبيرة على الهواتف على الأجهزة اللوحية، صالات السينما بشكل دوري تطرح، المنصات الجديدة اللي ظهرت تطرح العديد من الأعمال فصار المشاهد أو المتلقي يشوف وايد اليوم يمكن في في جملة تستحضرني، ذكرت ان الفن يعني صناعة الدهشة. اليوم انت كسينارست كيف تدهش الجمهور؟ شوفي نحن نمر في مراحل صراحة، يعني إذا كان كانت في حقبة زمنية في الحياة، كانوا كل المدينة شعراء. الآن خلينا نقول أصبح الجميع يبغى يكون مخرج، يعني هذا شكل واضح. حتى فكره الكتابه، الكتابه ما تطورت وايد في كتابه السيناريو في المنطقه قاعده اتكلم بشكل او باخر. مشاهداتنا صارت كثيره وواضحه مثل ما تقولين قاعده تشوفين منصات غيرها. الشعور بالدهشه صار اقل لاسباب لان مو دائما الموجود المتوفر فيلم جيد او فيلم مدهش للاشخاص، لكن هو جزء من الترفيه الموجود اليومي في الحياه، جزء الاستهلاك العادي الطبيعي. أنا معه، أنا مو تماما، أنتِ اليوم تحتاجين ترجعين البيت تفتحين على أي منصة، تختارين أي فيلم تشاهدين حتى لو تضحكين، حتى لو تصمتين، أيا كانت. الفيلم المدهش ما راح يجيك يوميا، هذا شيء طبيعي جدا، مثل القصيدة الجيدة، مثل الرواية الجيدة، مثل أي شيء آخر. الصناعة قاعدة تتطور بشكل كبير جدا، المنصات قاعدة تتطور بشكل كبير جدا، اليوم كل مكان في صالة سينما اليوم تلفون الصالة السينما أيضا جزء من هذه العملية فهي جزء من الصناعة المتوفرة الحاضرة الحقيقية وراح تتطور بشكل أكبر على فكرة منصات بصير بشكل أكبر بكثير راح تكونين أنت عندك خيارات هائلة أنش تختارين الفيلم اللي تبينه بندخل في عصر الاستهلاك اللي نحن موجودين فيه أصلا الرسمالية وغيرها لكن أنا ما أعتقد أن يوم من الأيام راح نفقد الدهشة في حياتنا او في أشياءنا لان في مثل ما في المتلقي اللي يبغي الدهشه في الكاتب المدهش موجود، في المخرج الجيد موجود، في الحكايه المدهشه اليوم الايام موجود، حتى لو تطورت حياتنا اليوم تقدر تصنع فيلم مدهش في حياه استهلاكيه خالصه، مجرد انك تنتبه على الهامش تنتبه لشخصيه معينه انا اعتقد المدهشين موجودين راح يكونوا متورطين في عالم استهلاكي كبير جدا الصناعه رائعه متطوره كبيره عاديه نحن جزء منها ما نقدر نطلع منها بنكمل حوارنا وبسألك سؤال عن الروايه والدراما يمكن احنا معتادين على مشاهده روايات نجيب محفوظ نراها كأعمال ومسلسلات دراميه مؤخرا تجربه سعود السنعوسي كذلك ولك تجربه مع الكاتب سلطان العميمي في تحويل روايته لعمل درامي نتكلم عن هذه التجربه ما بين عمل روائي وتحويله الى سيناريو بصري طبعا احنا مثل ما نعرف ان النسق الروائي السردي الموجود الادبي في في الروايه يعني يذهب كاتب السيناريو على طول بشكل مخلص تماما تجاه هذه القصه وقبل ما يشكل فكره السيناريو او فكره العمل الدرامي او التلفزيوني، فهذه المرحله انت امام روايه وكاتب روايه نفسهم. بعد قراءتك للرواية يجب ان تتجه الى الراوي بنفسه لانك هني في هذه المنطقه الوسط راح تتخذ قرارات كبيره جدا، هذه القرارات تتعلق تحويل النص السردي الادبي، مثل ما تعرفين النص السردي الادبي غالبا يذهب الى الباب هو ينطق، غالبا يذهب الى مخيلات سرديه ادبيه خاصه للكاتب تتجه الى القارئ، لكن في عملي انا في الاخير احتاج اني اكتب عن شخصيات حيه حقيقيه اعطيهم اسماء موجودين وشكلهم في اللغه البصريه فهذه المنطقه نحن نبدا نتخذ بعض القرارات الكبيره جدا ودائما اذا الروائي قريب منك ومتفهم لهذه الفكره مثل ما صار في صادبه من روايه الى مسلسل هذه المنطقه كنا كانت جلسات طويله مع الكاتب سلطان العميمي من اجل ان نتخذ بعض القرارات الحقيقيه تحويل هذا السرد اللي كان موجود للقراء تحويله الى فيلم او مسلسل يتجه بشكل مباشر في اطار ثابت الى المشاهدين، فهذه المنطقتين يحتاجون الى كاتب سيناريو يتمسك بالعمود الفقري الموجود في الروايه لكن في الاخير يجب ان نفهم او نتفهم ان الروايه شيء والفيلم او الدراما التلفزيونيه شيء، في كل الاعمال هذا التقارب يجب ان يكون موجود، لكن التشابه انا ضده شخصيا يعني لا يمكن اليوم ما اكتبه انا كروائي وامارس فعلي أما مع القارئ اللي عنده تخيله الخاص الوانه الخاصه صوته الخاص إلى عمل أنا أكتبك السيناريو وأحطيه في إطار ثابت يعني بمعنى معناه أنا اخترت الممثل الفلاني أنا اخترت الشكل الفلاني أنا اخترت البيت أنت تشاهد هذا البيت اللي أنا اخترته لكن تشاهد فيه المنطقة الإبداعية من الصوت والصورة والموسيقى والشخصيات والحوارات وهذه الأدوات الكبيرة اللي نستخدمها في المنطقة الفنية وشيء جميل جدا اختلافنا شيء جميل جدا أن البعض يفضل أن يقرأ الرواية ككتاب يترك لنفسه مجال انه هو يتخيل اللي يبال لكن هناك اشخاص يستمتعون بمشاهده هذه الروايه او هذا العمل اللي يكون فيه العديد من الافكار يشاهدونه كفيلم او مسلسل يمكن يتقبلونه اكثر ويتقبلون ويتبعون بافكاره بشكل افضل لازم نمر في هذه المرحله وفي المنطقه عندنا روايات وايد مهمه في الخليج ويجب ان تذهب الى السينما بشكل اكبر ذهبت الى الاعمال الدراميه انا حاليا ايضا قاعد اكتب روايه ثانيه سعوديه واحولها الى عمل درامي اتمنى يوم من الايام احول القصه القصيره في دولة الإمارات التي كانت حاضرة في المنطقة الأدبية بشكل كبير جدا إلى أعمال درامية غالبا إلى مسلسل محدود خلينا نتكلم اليوم عن كتابة السيناريو والشباب يمكن لاحظنا في الآونة الأخيرة شباب اتجهوا للرواية بشكل كبير لاقت دعم دور النشر دعمتهم كذلك ودعمت وجودهم في عالم كتابة الرواية لكن كتابة السيناريو لا زالت يعني لا زال الشباب مترددين ذكرت في البداية يمكن الأخراج يجذبهم بشكل أكبر مريت حضرتك كذلك بالتجربة الفنية الإماراتية وقرأت نصوص لشباب ونقحت نصوص اليوم الشباب كيف ممكن نجذبهم أكثر لعالم السيناريو وكتابة السيناريو؟ شوفي نحن كنا في المجال هذا نحن عارفين أن عدد الكتاب السيناريو عدد ال... عدد الأصابع صراحة حتى في الخليج بشكل أو بأخر واستمرت المرحلة هذه عشرين سنة يوم كانت المهرجانات الأفلام القصيرة وغيرها حاضرة كان غالبا المخرج يكتب فيلمه والعكس والكل ذاهب إلى منطقة المركزية الكل يبغي يكون مخرج ان أنه يكتب سيناريو اعتقد كانت بعيده تماما دائما هذه المرحله رغم ان في كتاب قصه وروايه ورغم ان لو ترجعين الى اصل الشيء ان الحكايه الشفهيه كانت حاضره عند الانسان ودائما الانسان هو حكواتي يعني يحكي حكاياته لكن من بدات ال يعني خلينا نقول التلفزيون انه هو اكثر حضورا خلال خمسين سنه من السينما أه تمت كتابه السيناريو منطقه مهمله غير حاضره بشكل او باخر وكان الكتاب العرب اكثر حضورا في الخليج أه أه لكن عدم ذهاب الاخرين أه إلى, الى 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 منطقه السيناريو بقت مهمله غير حاضره، انا اعتقد لها اسباب كثيره صراحه، اول شيء ان كتابه السيناريو عكس كتابه القصه والروايه هو يذهب الى المطبعه يطبع كتابه، القراء موجودين يحتفل بكتابه بشكل فردي. آه كتابة السيناريو أو المنطقة الصناعية هي منطقة جماعية تحتاج إلى مجتمع سينمائي كامل يعني فهو يمكن مملاقي هذا المجتمع آه عرفت آه يوم من الأيام في كتاب يكتبون آه يعني هذا يحطونها عندهم وما عندهم هذا المجتمع فهو في الأخير مهمل غير موجود غير حاضر لأن كتابة السيناريو أو الذهاب للسيناريو هي عملية جماعية للمجتمع السينمائي أو للصناعة نفسها ومم عمليه ابداعيه فرديه مهنيه اكثر ما تكون فرديه عشان كذي تمت بعيده والى الان هي بعيده على فكره حتى ممارستها وادواتها قليله عند الاخرين في نص متمكنين في الشعر متمكنين في القصه والروايه لكن من يبدا يكتب القصه يتورط في موضوع السيناريو كيف ابدا اكتب المشهد الاول كيف اقدر اكتب القصه كيف اقدر اكتب الحكايه فهذه المنطقه تحتاج الى ورش عمل كبيره صراحه وانا حاولت فتره السنوات اللي قضيتها في كتابه السيناريو وانا مثل ما تعرفين قضيت عشرين سنه عندي ايمان وشغف كامل ان منطقه السيناريو بالنسبه لي هي المنطقه اللي يجب ان انا اكون موجود فيها صحيح في البدايه هي منطقتين ابداعيه منطقة إبداعية أو منطقة مهنية البعض كان يقول أنا شو أبغي المنطقة الإبداعية اللي ما تدخل لي فلوس أنا أعتقد اليوم خاصة مع وجود المنصات والمسلسلات القصيرة أنا أعتقد القادم في المستقبل يحتاج إلى كتاب سيناريو أكثر من المخرجين لأن الحكايات يجب أن تخرج على الورق اليوم المنتجين القنوات المنصات تحتاج الى اعمال هذه الاعمال من راح يكتبها عدم وجود كتاب السيناريو يملكون ادواتهم انا اعتقد مرحله راح تخلي الاعمال ضعيفه جدا وهذا انا قاعد اشوفه في المهرجانات اللي احضرها في الخليج ان اوكي الادوات متطوره الكاميرا موجوده في المصنع قاعده تتطور التقنيين متطورين الموسيقى متطوره الممثل متطور إلى الآن النص هو المنطقة الأقل صراحة ذهابا من خلال الناس أو أقل ذهابا حتى من خلال المواهب الموجودة، أنا ما أعرف ليش هم أقل، يمكن هم يعتقدون أن هي منطقة صعبة، منطقة ما تدخل لهم مبالغ جيدة، أنا أشوف العكس، اليوم كل ما أنا أعيشه من حضور وماديا ومهنيا يعني كله قاعد يدخل عليه من منطقة السيناريو. لأن انت مطلوب اليوم في السينما، مطلوب اليوم في الدراما، انا اتمنى اتمنى ان نحن نوصل لمرحله ان يكون عندنا كتاب، وانا اعتقد ان عندنا كتاب عندهم افكار حلوه، عندهم قصص حلوه، لكن ادواتهم في السيناريو اقل. تمام، اخر سؤال استاذ محمد اكثر من 20 سنه في كتابه السيناريو، اليوم كيف تشوف مستقبل كتابه النص والسيناريو عندنا هنا في المنطقه؟ انا اعتقد ان المجتمع الفني السينمائي او الدرامي هو متحرك. هو موجود من خمسين سنة في الدراما حاضر بشكل قوي في السينما خلال عشرين سنة متشكل خلال المهرجانات اللي صارت أنا أنظر لها من عملية جماعية بشكل كامل يعني أنا اليوم لا يمكن أني أكتب نص جيد وأنا ما عندي مخرج جيد ما عندي ممثلين جيدين أدوات جيدة أخرى كانت حاضرة والغريب في الموضوع ان هي كانت حاضره قبل عشرين سنه بشكل اقوى لان الشغف كان خالص تماما يعني خاصه في اتجاه السينما، أنا أشعر شخصيا أنها هي من منطقة مستقبل أكثر من منطقة تطور راح في موجة جديدة في المنطقة موجة كبيرة جدا خاصة في الخليج موجة وجود المسلسلات المحدودة القصيرة وأيضا الأفلام السينمائية بشكل كبير جدا خاصة بعد آه آه انفتاح السوق السعودي بشكل كبير جدا وجود المنصات الجديدة اللي تستقبل الأعمال ما تحتاج إلى نجوم تحتاج إلى قصيرة أنا أعتقد نحن في مرحلة القادمة أنا أتوقع هي مرحلة متطورة أكثر آه راح تجذب آه آه رؤوس الأموال بشكل كبير جدا عشان تتعاطى مع العملية الإنتاجية وغيرها أنا ما أشوف أن هي فقط مستقبل أنا أشوف أن ما سيحدث في المحتوى والسيناريو راح يتطور وراح نشوف اسماء اسماء كثيره تدخل في المجتمع المهني بشكل كبير جدا لان السوق الطلب عليه كبير جدا ويجب ان يوم نتكلم عن السينما والدراما والابداع يجب ان نوصل لمرحله نتحدث عنه مهنيا، يجب ان نقول سوق لازم نقول في المال، لازم لازم نطرح هذه المواضيع لان موضه فكره الابداع والشغف انا اعتقد موضة قديمة يجب ان نتجاوزها يعني الان يجب ان نتحدث مع الاولاد الصغار ان الكتابه الابداعيه شغف وجيد لكن هو في الاخير ايضا منطقه مهنيه عاليه جدا عقود توصل بالمئات الالاف تقدر تحصل عليها مجرد دخولك في هذا المجتمع الجيد فحتى حواراتنا حتى احاديثنا يجب ان تتطور في اتجاه الصناعه ونوصل الى مجتمع مهني فني يؤمن بالصناعه القادمه. جميل شكرا لك استاذ محمد حسن احمد على وجودك في حلقه اليوم من اشراقه. شكرا لكم. نلتقي في حلقه جديده من اشراقه. <تصفيق> <تصفيق> عبر تطبيق مرايا، حمّله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية